الجميلة التي نتابعها على أرضية هذا الميدان. نسير معكم هنا في الانطلاقات، نسير في التحديات. مغرور ناصر بن مغير بن سالم الحميمي، هنا ينطلق الدكتور في هذه الانطلاقات والتحديات المتميزة. بينما المركز الثاني هنا يأتينا مشبب سالم بن جابر بن عبد الله الحربي، ومن الجانب الآخر هناك الانطلاق من الأسد عبد الله بن محمد بن قردوس العامري، وهناك الوصول من قبل الفهد نايف بن طالب بن محمد بن شريم المرياتينا رابعا. وفي المركز الخامس مرسال محمد بن علي بن وديمة العامري ينطلق بتحدياته وإثاراته المتميزة. بينما المركز السادس، المركز السادس هنا في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هناك هو التحديات المتميزة. وصل شاهين محمد بن علي بن حمد بن علي الشامسي ينطلق بأدائه الجميل، وهنا يأتينا على المركز السابع، هنا يأتي غيث حمد بن سعيد بن حمدان النعيمي منطلقا بأدائه. المركز الثامن يأتي حبيب حسن بن سعيد بن عبيد الغفلي هنا منطلقا بالتحديات المتميزة. المركز التاسع يأتي الشباب محمد بن هلال بن عيضة المزروعي، والمركز العاشر شاهين راشد بن حمد بن سعيد الجعفري منطلقا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. خلف المراكز العشرة هناك شعارات، هناك أسامي تتواجد أيضا لها وزنها، لها ثقلها في أداءاتها المتميزة. هنا مع أيضا المفاجآت وسن المفاجآت هو، لكن هناك مغرور لا زال مسيطر على زمام الأمور، مسيطر على الصدارة وعلى المركز الأول. هنا مع الدكتور ناصر بن مغير بن سالم العميمي من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. بينما المركز الثاني، المركز الثاني والمنطلق على ثاني المراكز بالتحديات، سراب محمد بن عبد الله بن حمد العمري هنا منطلقا بتحدياته وإثاراته المتميزة. مرسال محمد بن علي بن وديمة يأتينا ثالثا. المركز الرابع غيث حمد بن سعيد بن حمدان النعيمي، ووصل هنا نهاب، وصل نهاب أحمد بن مظفر بن محمد بن خبوشة العامري من يأتينا هنا في أول نداء الانطلاقة الجميلة. الوصول هنا من شاهين محمد بن علي بن حمد بالخيار الشامسي منطلقا بالتحديات الجميلة. المركز السابع هناك شاهين راشد بن حمد بن سعيد الجعفري، والمركز الثامن وصل هنا مفجر أحمد بن مبارك بن سعيد الوهيبي ونايف الفهد، الفهد النايف بن طالب بن محمد بن شريم المرياتينا على المركز هنا الثامن. وفي المركز التاسع، المركز التاسع من الجانب الآخر الناوي حمد بن سالمين بن حمد بن راشد النعيمي، ويأتي منذر معبد بن مبارك بن معيوف لوهيبي هنا ينطلق أيضا بتحدياته المتميزة، ولكن الصدارة، الصدارة والمقدمة هو المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق الجميل والإثارة. صدارة هذا الشوط هنا سراب، سراب 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 المتسرب على الصدارة، المتسرب على المقدمة، محمد بن عبد الله بن حمد العمري من ينطلق على صدارة هذا الشوط. وفي المقدمة وفي المركز الأول يسيطر على زمام الأمور نهاب، في المركز الثاني نهاب أحمد بن مظفر بن محمد بن حموشة العامري من يأتي على المركز الثاني. والمركز الثالث الناوي بعد المغادرة للثمانمائة متر الأخيرة حمد بن سالمين بن حمد بن راشد النعيمي من يأتي على المركز الثالث. هذا الانطلاق يا سلام، الله الله الله، التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة. نهاب 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 ينتزع الصدارة، ينتزع المقدمة، أحمد بن مظفر بن حموشة العامري. المركز الثاني الناوي حمد بن سالمين بن حمد بن راشد النعيمي من يأتي على المركز الثاني. تحدي ثنائي، تحدي ثنائي، الله الله، الميتين متر الأخيرة، الميتين متر الأخيرة، ولكن هنا 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 نهاب 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 سلام.
سلام عيناوي صباحي مميز، سلام 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 يا أهل المسعودي، سلام يا أهل القبيصي على هذا الفوز المميز، تهانينا وناموس على هذا الفوز للسيد أحمد بن ظفر بقوش العام المركز الثاني. وصل الناوي في المركز الثاني هنا لراهد بن حمد بن سعيد الجعفري منذر معضد بن مبارك بن معيوف الوهيبي، اتانا ثالثا المركز الرابع سراب لمحمد بن عبد الله بن حمد العنبري، والمركز الخامس والانطلاقات والتحديات الجميله مشاهدينا الكرام بهذا الاداء. نعود الى التوقيت الزمني مع ابو عدنان هنا، وهذه الانطلاقه المتميزه الجميله ولحظه وصول نهاب الى الفوز والى الناموس، سلاله شاهينيه غنيه عن التعريف، 5:58 خمسه من الاجزاء من الثانيه، تهانينا لأحمد بن مظفر بن محمد بن خموشة العامري على هذا الأداء. شكرا أيضا بعسكور من قدم 5:59 جزئين من الثانية، توقيت الناوي حمد بن سالمين بن حمد بن راشد النعيمي من أتانا على المركز الثاني. المركز الثالث وصل منذر في المركز الثالث هنا لمعبد بن مبارك بن معيوف لوهيبي من أتانا على المركز الثالث مشاهدينا الكرام ب6:09 من الأجزاء من الثانية مشاهدينا الكرام بهذه الانطلاقات والتحديات المتميزة.